صدق او لا تصدق، الحبه قبل كانت على 150 درهم، بس الحين كل ثلاث حبات ب 149، كل ثلاث حبات ب 149 قطعتين مع بعض، الحبه على 49 درهم. بس كل ثلاث اطقم، كل ثلاث اطقم على 129، حتى الجاكيتات هذه، هذا الشغل الجميل، اقل من سعر التكلفه. الحبه على 75، بس كل ثلاث حبات 99 درهم. شوف الزين اللي عندي، شوف الزين، شوف الخامات، الحبه كانت على 99، الحين كل ثلاث حبات حتى الجلابيات، كل ثلاث جلابيات ب 99 درهم، 99 درهم. العرض المجنون شتوي جميل جدا، في منه 12 لون، والسعر كل ثلاث كل حبتين على 49 درهم، يعني الحبه 24 و99. في البضاعه حصريه مش موجوده الا في جزيره الاميرات، في العين وفي الشارجه وفي عمان. تخيلوا فساتين، جلابيات، انواع واشكال وموديلات، كل حبتين على 49 درهم بس. او لا تصدق، الحبه فوق ال 100 درهم في الخصومات، واليوم كل ثلاث حبات، كل ثلاث قطع على 129 درهم، وفي منها اكثر من شكل وموديل جميل. شيء الفخم هني، تخيلوا من 600 درهم ثلاث قطع، هذا مع الحزام ثلاث قطع، الوان موجوده، واليوم سعر اقل من سعر التكلفه على 149 درهم، الطقم كامل.